السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وشفيعنا يوم القيامة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو بجولة في شاطئ عين السبع واخا الضبابة. الناس كتمارس الهوايات ديالها، كاين اللي يدير رياضة المشي، كاين اللي كيعوم ولو أن كاين الضبابة والبرد، كاين اللي كيصيد، كاين اللي كيدير تدريبات رياضية، كاين اللي كيمارس كرة القدم، كاين اللي كيجري، كاين اللي كيدير حركات رياضية، كاين اللي كيدير حركات تسخينية. كل واحد وكيدير يمارس الهواية ديالو كيف ما بغى وبكل حرية. الضبابة كانت كتيرة 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 وبزاف كثيفة. كاين في بعض البلايص كتشوف الناس بصعوبة، ورغم داك الشيء كان الجو رائع رائع رائع. الناس كتمارس الهواية ديالها بكل أريحية وبنشاط وبالضحك.